دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس. اولا مساء الخير، بقول مبروك مره ثانيه لانه بالنسبه لنا فرحه ان احنا دوله النهارده على الطريق زي الدول الكبيره اللي صنعت لقاح كورونا. مساء الخير يا استاذ احمد، مساء حضرتك. واليوم النهارده ده الحقيقه منظومه يعني عمل دؤوب وفكر متقدم جدا، وبقاله سنه دلوقتي عشان نوصل الى النهارده وبهذه السرعه وبهذه الكفاءه وبهذا العمل. فالحقيقه ودي خطوه الحقيقه استاذ احمد، ان شاء الله في خطوات لاحقه اخرى في مجالات كثيره جدا في قصه الدواء والادويه النادره وادويه البايوتكنولوجي، وفي يعني ان شاء الله هتسمع اخبار كثيره جدا في هذا الاتجاه، لان هي دي اراده رئيس واراده امه واراده لا تكل واراده فولاذيه للدخول بينا الى مجالات اخرى كثيره متقدمه ان شاء الله. سيادة الوزير، اول اجتماع سيادة الرئيس لما اتكلم فيها على التصنيع، ممكن تقول لنا ايه اللي حصل في هذا الاجتماع عشان نصل لهذا اليوم؟ حضرتك شوف سيادتك، الموضوع ده له خلفيات كثيرة جدا. نعم. من اول لحظة عرفنا علميا وفنيا ان في بداية لقاحات لفيروس كورونا، ويمكن انا مرة من المرات قلت حاجة ان اللقاح عشان يتكون يعني يتعمل او يبقى متاح بياخد له من 6 لـ9 شهور، وفعلا كان كده. واحنا عملنا اتصالات مكثفة جدا وبقوة ومدعومة، انما في فترات كثيرة وحكي يمكن وانت بتتكلم قلت حضرتك هذا الكلام، الدول التي انتجت هذه اللقاحات او اللي عندها الشركات التي تنتج هذا اللقاحات الحقيقة استحوذت على القدر الكبير والكميات المتاحة في هذا الوقت وما زالت لتطعيم سكان هذه الدول. وكان لابد، وكان ده فكر ايضا مهم جدا، كان لابد من ان احنا نلجا الى مصادر متعدده للحصول على اللقاحات. لان احنا عرفنا وتاكدنا وعارفين من خبرتنا الكبيره جدا في موضوع اللقاحات في مصر ان في كل الامراض الوبائيه وجود تطعيم او لقاح، سواء بيدي مناعة كاملة أو بيدي مناعة جزئية، هو له دور كبير جدا في مكافحة هذا اللقاح. وزي ما سيادتك قلت من شوية، في دول لقحت ملايين الملايين، وفي دول تقريبا اقتربت من 70% من عدد السكان. فكل دي بيدل دلالة قاطعة وعلمية أن التطعيم أو اللقاح في مثل هذه الأمراض إذا لم يكن يستطيع اللقاح أن يمنع المرض فبدون شك بيحد من انتشاره، بيحد من حدته، وأيضا ودي الأهم كثيرا، بيمنع أو بيقلل جدا بنسب تصل إلى 90% من المضاعفات الخطيرة لهذا المرض. فكان لابد أن الدولة المصرية كان هذا توجه وتوجه سياسي أن لازم يبقى عندنا قدرات أن احنا نحصل على هذه اللقاحات. وبعدين أثبتت التجربة في هذه الأزمة العالمية اللي أجيالنا ما كانتش شافتها قبل كده، إن وجود عندك رصيد من يعني الأمن القومي الطبي أو الصحي، سواء رصيد مؤسسي أو رصيد بشري أو رصيد دوائي أو رصيد مستلزمات، في منتهى الأهمية والحيوية للحد من مخاطر أو تداعيات هذه الجوائح أو هذه الأمراض الوبائية. احنا في هذا الاتجاه الصحيح، حضرتك هنسمع بعد شويه ان شاء الله على صناعه مواد خام دوائيه، على صناعه ادويه تكنولوجيا حيويه، على صناعه ادويه اورام. طبعا ما فيش حد في الدنيا ولا اي دوله عندها اكتفاء ذاتي، لكن لما بيكون عندك رصيد استراتيجي من بعض المستحضرات اللي تقدر تستخدمه كرصيد قومي ليك في الامراض، وايضا تستطيع أن تنافس به أو تبادل به أو تصدره وتستفيد من هذه المنتجات، زي بالضبط مشروع المشتقات البلازما اللي تبناه سيادة الرئيس وتبنته الدولة وتبنته الوزارة ودخل إلى حيز التنفيذ الحمد لله.
فهذه المنظومة لتصنيع اللقاحات. وعلى فكرة يعني المؤسسة فاكسيرا هي أصلا كان اسمها مؤسسة المصل واللقاح، بقى لها 100 سنة تقريبا وأكثر. نعم. لكن أصبحت شركة فاكسيرا كشركة قابضة، فإذا أنت عندك بنية تحتية مؤسسية تستطيع أن تطورها بسرعة وتستفيد بإمكانياتها. والحاجة الثانية المهمة أستاذ أحمد ودي نفعتنا في مجالات كثيرة جدا، أنت عندك بنية بشرية مدربة وعندها خبرات الحقيقة في مختلف المجالات. وقفة أطباء مصر الجيش الأبيض العظيم، اللي وقف هذه الوقفة في مختلف المواقع، سواء على مستوى المستشفيات الحكومية أو الجامعية أو العيادات الخاصة أو المستشفيات الخاصة، وقف وقفة قوية جدا عشان يكافح هذا المرض. أيضا عندك أيضا قوة بشرية مدربة في مؤسسة المصل واللقاح وفي شركات أخرى، في شركات أخرى عندها خطوط إنتاج سوف تساهم في إنتاج هذه اللقاحات. هذا يوم فارق حقيقة، يوم مهم. إحنا صحيح بدأنا بالتعاون مع أصدقائنا زي ما سيادتك قلت، وده كان طبعا العلاقات القوية بين مصر والصين، العلاقات القوية جدا بين سيادة الرئيس والرئيس الصيني. كل دي أضاف كثيرا في إن إحنا نجيب كميات من اللقاح في الأول، إن إحنا نتفق على اتفاقية تصنيع والمواد الخام تيجي من الصين، وبعد شوية ودي مهمة جدا توطن هذه الصناعة بمختلف جوانبها في مصر. سيادة الوزير، هل في توقيع اتفاقات مع دول أخرى أنتجت لقاحات أخرى؟ أيوة، أعتقد في اتفاقية وقعت بالفعل مع روسيا. يعني إحدى الشركات المصرية. نعم. والله كانوا بتصل بيا النهاردة. عملوا عقد فعلا تصنيع مع روسيا في المستحضرة اللقاحات الروسية. نعم. هيتعمل هنا عندنا إن شاء الله يا فندم. هايل. طيب إن شاء الله خطوات سيادتك بتبدأ. وهي دي الخطوات الطبيعية. نعم. إنك تعمل تجيب اللقاح. إنك تجيب زي ما حصل دلوقتي، تجيب بلك اللي هي كمية كبيرة من اللقاح وخطوات تصنيعها. على فكرة احنا كثير من الخامات الدوائية بتستورد، لكن في الآخر بتقدر تحولها إلى دواء يتداول وينفعنا في وقت الزنقة وفي الوقت الطبيعي. نفس الشيء، بتجيب بلك من اللقاح وتصنعه، تاخد كمية كبيرة أو تحولها إلى لقاحات تستخدم، وبعد شوية وانت في بتدرب ناس، بتعلم ناس، بتحضر المكان بتاعك، بتحضر كل خطوط الإنتاج، يبقى في خبرة كبيرة جدا، لأن هذه صناعة الدواء وصناعة اللقاحات صناعة حساسة جدا، صناعة دقيقة جدا، صناعة لا تحمل الخطأ، لا تحتمل الخطأ. فشتك كونك بتوطن وبتعلم الناس وبتنقل التقنيات وبتنقل التكنولوجيا، هي دي الخطوات الطبيعية في مثل هذه الصناعة. ايه اللي احنا رايحين له في هذا المجال؟ وستك من شوية بتتكلم على سواء اللقاحات او الادوية، ايه اللي رايحين له في هذا المجال بشكل عام؟ 100 مليون مش هيفضلوا منتظرين دواء يجي لهم او لقاح يجي لهم. شتك شوف، العالم كله معتمد على بعضه، لكن في الازمات الحادة لازم يبقى عندك الحاجات الاساسية. يعني احنا النهاردة الحمد لله الكوادر البشرية غطت مصر في الفترة اللي فاتت. الاستعدادات بالتجهيز والمعدات واشراف قوي من سيادة الرئيس والحكومة على توفير الأجهزة والمعدات، توفير الأدوية. ما فيش لحظة الحقيقة أستاذ أحمد على كل الفترة اللي فاتت وحسينا بنقص في الأدوية التي تستخدم في التعامل مع هذه الحالات. والشركات همت، هيئة الدواء المصرية ادتهم تصريح مستعجل عشان تسجل هذه الأدوية. هيئة الشراء الموحد وفرت الأجهزة والمعدات والمواد الخام. يعني إذا الحقيقة هي منظومة وطنية قومية متكاملة بجميع أجنحتها ساهمت في الحد من خطورة وتداعيات هذا المرض. هل حضرتك راضي عن عدد اللي تم تطعيمهم لحد النهاردة؟ نعم أم لا؟ والأسباب إيه اللي شاتك؟ تفضل يا فندم. شاتك أنا أسف على قطع حضرتك. تفضل يا فندم. حضرتك إحنا كنا نتمنى يبقى في تطعيم وتلقيح كميات اكبر من هذا، وده هيحصل الفتره اللي جايه. نعم. الفتره اللي جايه. نعم. لكن الفتره اللي فاتت انا قلت لحضرتك ان السبلاي او الوصول الكميات المطلوبه ما كانش على المستوى المطلوب، وهذا ليس تقصير من مصر. ما
ما كانش فيه ولا لحظه فيه تقصير مادي او دعم هذه شراء اللقاحات او الاتفاق على هذه اللقاحات، لكن على مستوى العالم كله مش بس مصر لم تنفذ كل اتفاقيه كامله. وادي سيادتك مثل تاني، احنا انا في اللجنه يعني شرفت بترشيح من سياده الرئيس ان انا اكون نائب رئيس لجنه اداره الازمه على المستوى الافريقي ولجنه شراء اللقاحات او توفير اللقاحات. شجع حضرتك ان افريقيا عندها الاموال والتمويل انها تجيب لقاحات، لكن ما فيش وفر او انتاج عالمي يغطي الاحتياجات. احنا اتفقنا على 400 مليون وحده او جرعه من لقاح جونسون اند جونسون وهو يصنع في جنوب افريقيا للاتحاد الافريقي. لغايه النهارده ما جاش ولا جرعه لسه. وكان الكلام على انهم يجيبوا في سبتمبر. والحمد لله احنا عملنا يعني ضغوط عشان يجي لنا في اخر 7 او اول 8. نعم. اللقاح ده بتاع جونسون جونسون بيتاخد جرعه واحده. نعم. فالنقص في عدد الحالات ويعني او عدم توفير لاكبر قدر ممكن من هذا كان ناتج عن نقص اللقاحات العالميه. نعم. فالنهارده انت لما بتصنع وتعمل اتفاق مع جهات متعدده هتقدر ان شاء الله في خلال عام 21 تطعم اكبر قدر ممكن من الاشخاص في مصر. النهارده ودعوه سياده الرئيس. اتفضل يا فندم. ودعوه سياده رئيس الوزراء ودعوه كل الوزاره ان احنا نستعجل ونهم ان احنا نطعم اكبر قدر ممكن من الاشخاص في مصر. طعمنا قد ايه دلوقتي لحد النهارده تقريبا؟ احنا قربنا من 5 مليون. 5 مليون. ويمكن زياده شويه لكن ان شاء الله الفتره اللي جايه هتشهد تطعيم عدد اكبر. وعايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه مهمه قوي. في الاول في المراحل الاولى يا استاذ احمد كان في عدم اقبال على التطعيم. وكانت الناس الحقيقه السبب في هذا ايه؟ تخوف. لان كنت بتسمع مثلا يقول لك بريطانيا وقفت التطعيم لمده كذا. نعم. في كذا حاله جالهم تجلطات. صح. هم عدد قليل صحيح. نعم. ومش مؤكد هو ليه علاقه بالتطعيم او لا، احتماليه موجوده. فالناس بتخاف لان كل واحد يقول لك طب انا يمكن انا اللي يجي لي التجلط ده. صحيح. يمكن يجي لي اثار جانبيه. لكن الخمسة مليون تقريبا للطعام في مصر او ما يقرب من هذا. أيوة. الحقيقه مش اثار جانبيه شديده. شويه اعراض متوقعه من كل اللقاحات. فاحنا يعني ان شاء الله في الفترات القادمه هنشهد زياده في عدد اللي يتم تطعيمهم في مصر. الوضع الوبائي النهارده وكان امبارح اجتماع حضرتك ودوله رئيس الوزراء والساده الوزراء اللجنه العليا لاداره ازمه كورونا. الوضع في مصر النهارده الارقام اللي بتعلن والوضع اللي احنا شايفينه، ممكن سيادتك تقول لنا الحقيقه ايه؟ الحقيقه الكامله ان في تناقص شديد في عدد الحالات المصابه. نعم. ودي على فكره يعني رغم ان في احصائيات رسميه ورغم احنا كاطباء عارفين وكمسؤولين عارفين الاعداد، انما هناك احساس قومي حقيقي وده اللي موجود على ارض الواقع ان في تناقص شديد جدا في عدد الحالات الحمد لله. وندعو ربنا سبحانه وتعالى ان ما يحصلش اي موجات جديده. وبرضه ندعو ربنا سبحانه وتعالى زي ما هو واقف جنبينا والوقفه القوميه الكبيره لكل الجهات في مصر. احنا يعني الحمد لله التعامل مع هذه الازمه في كل مراحلها كان الحقيقه تعامل جيد جدا وممتاز في جميع مراحل. فالوضع الوبائي احسن كتير قوي، عدينا او تخطينا ذروه الموجه الثالثه. ايوه. في حال تناقص شديد وحاد حتت كتير قوي يا استاذ احمد، كانت مستشفيات ومراكز كانت مخصصه لاستقبال حالات الكورونا على كل المستوى في مصر سواء مستشفيات حكوميه او مستشفيات جامعيه. النهارده تحولت الى مستشفيات عاديه تستقبل الحالات العاديه. اماكن اغلقت، مفيش حالات شديده، مفيش اقبال على دخول المستشفيات. كل ده دلائل قاطعه على تناقص عدد الحالات. لكن اسمح لي حضرتك اقول لك ملحوظه مهمه. اتفضل فندم. في حالات لسه موجوده. في حالات لسه محتاجه المستشفيات، قلت قوي لكن موجود. العالم بيشهد زياده في الاعداد في دول كثيره جدا. نعم. في حتت كثيره فيها طفرات في هذا المرض. كل ده يستوجب مننا الاستمرار في الاحتياط والاحتراز واتباع كل التعليمات. وحكى اشرت الى اللجنه بتاعت امبارح، اللجنه العليا لاداره الازمه. نعم. احنا ما يعني بناخد الامور بحرص شديد
وخطوة خطوة وكل شيء يوائم الموقف اللي احنا فيه. فالوضع الوبائي حاليا جيد، نرجو من الله سبحانه وتعالى ان نستمر، وده يتأتى باذن الله كرم ربنا ان احنا كلنا نتكاتف زي ما كنا متكاتفين ونتبع كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه. احب الصراحه دايما حضرتك وصريح معانا ومع الناس كلها، هل حصل عندنا اي تحور وما قلناش عليه ولا لم يحدث لحد هذه اللحظه؟ والنقطه دي ناقشناها امبارح وعرضت من يعني الابحاث العلميه الجامعيه وعرضت من وزاره الصحه، وانا في اللجان كثيره بتابع هذا الموقف وبس على اذا حضرتك بتسال وبنعمل ابحاث. لحد هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها مفيش تحور او الدلتا والجاما والانواع المتحوره الحمد لله لحد هذه اللحظه لم تصل لمصر، وعشان كده متشددين في الاجراءات الاحترازيه بنتاكد من الاشخاص او اللي جايين من الجهات المصابه او فيها تحور واتباع كل الاجراءات الوقائيه في كل المنافذ والموانئ. فدي كلها نقاط يعني لو حصل اصل شتك احنا في وباء عالمي وكل الناس معلنه ما فيش حد السبب في هذا، فليس هناك ما يدعو ابدا ان احنا عندنا حاجه معينه وما نقولهاش. طب انا ما نقولهاش ليه؟ لان الحقيقه ليس هناك شخص السبب في هذا، المهم انك تكون محتاط وتعمل اللازم وتكون مستعد، وفتره يعني عدم او نقصان في الحالات بنستغلها استغلال كبير جدا في توفير المعدات والمستلزمات واحتياط استراتيجي من الاكسجين. فسيادتك لو في حاجه ما فيش داعي او سبب انها لا تعلن. فرنسا النهارده بعد ما عملوا يعني فتح الايام الماضيه بداوا يتكلموا النهارده على موجه رابعه قادمه، لسه النهارده كانوا بيتكلموا في فرنسا. مظبوط. شوف هذا الامر ازاي يا فندم؟ مظبوط يا فندم، مظبوط قالوا كده فعلا. وعشان كده الفتح الكامل مش مطلوب قوي، وعشان كده زي ما قلت لسيادتك كان احنا بناخد خطوات حسيسه بالراحه كده وبنتابع وبنشوف ونعمل احتياطنا واحترازنا ونتمنى ان شاء الله. ده في بلاد بتتكلم على موجه خمسه، اظن اليابان بيتكلموا على موجه خمسه. فهي الاحتياط واجب جدا. صحيح الناس تعبت، صحيح الخنقه بتاعت القفل الكامل والكلام ده ليها تداعيات اجتماعيه واقتصاديه وانسانيه ونفسيه، انما يعني احسن ما يبقى فيه يعني موجه شديده تضر بالمجتمع وتضر بحياه الناس. واعتقد ان حياه الناس حقيقه هي الاهميه الاولى والاكثر. سيادة الوزير، اللي شفناه الموجة الأولى والثانية والثالثة بعد ما بيظهر في العالم بعد شهر أو شهرين بتظهر في مصر، هل ده متوقع في الرابعة ولا يعني نعمل حسابنا عليه إن شاء الله ربنا يسترها يعني؟ شوف سيادتك يا فندم، يعني الاحتياط واجب. نعم. والاحتمالات موجودة. فإذا يجب، وعشان كده أنا قلت لسيادتك رغم يعني مسألتين حضرتك على الموجة الثالثة قلت حضرتك إحنا عدينا الذروة. نعم. الحالات بتقل، وقلت لسيادتك من خمس دقائق او ثلاث دقائق يجب ان نستمر في الاحتراز والاحتياط واتباع كل الوسائل الوقائيه، لان اي احتمالات ممكن تحصل. سيادة الرئيس، الاسبوع اللي فات خد قرار من القرارات المهمه كالعاده فيما يتعلق بالضمور، علاج اولادنا اللي هم مصابي الضمور واللي بيؤثر، وطبعا العلاج الغالي جدا اللي هو اغلى دواء في العالم، يعني بتشوف هذا الامر ازاي وبدانا ولا لا؟ شتك الحالات دي موجودة. الحالات دي عدد الحالات اللي محتاجة هذا الدواء في مصر حاليا 15 حالة. والسيادة الرئيس خد قرار ان الحالات دي هتعالج. وخد قرار سيادته وطبق ان اللي عايز يقدم تبرعات يبقى تقدمها لصندوق تحيا مصر. وهتتولى الدولة توفير هذا الدواء، وحصل مفاوضات كبيرة مع الشركة المنتجة وللوصول الى افضل سعر ممكن، بحيث نوفر هذه الحقنه. هي حقنه واحده بتتاخد للمريض مره واحده ولازم يكون اقل من سنتين. وهذا القرار بينفذ حاليا. وعلى فكره الحقنه دي خدها واحد قبل كده، في واحده موجوده في مستشفى عين شمس التخصصي متعوديه علاج هذه الحالات وتشخيصها، وعندهم حصر بهذه الحالات.
والحكومة وزارة الصحة مع الجامعة هيتولوا، لأن في عيان فعلا عولج قبل كده، إنما عولج يعني جرعة من الدواء اللي هي حقنة واحدة جت هدية من الشركة، والمستشفى مؤهلة أو الوحدة مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات. لكن المؤكد إن شاء الله إن ال 15 حالة اللي محتاجين الحقنة الغالية دي هياخدوها بدعم من صندوق تحيا مصر بمشاركة المجتمع المدني اللي هو يقدم التبرعات لصندوق تحيا مصر، زائد إن هيحصل تفاوض من الدولة مع الشركة المنتجة لهذا الدواء. هل احنا بس اللي عندنا 15 فقط لا غير؟ لا يا فندم. قلت لحضرتك 15 اللي محتاجين الحقنه. لان الحقنه لازم تتاخد قبل سنتين. بعد السنتين ما بتجيبش نتيجه. الحالات الاخرى بقى اللي هم اكثر من سنتين او مراحل اخرى من المرض ليهم نظم علاجيه اخرى ودي موجوده وبياخدوها. فاحنا فال 15 دول هيتعالجوا ان شاء الله، هياخدوا الحقنه باذن الله. طب الحاله اللي اتعالجت يا فندم تاثير ايه؟ نتائج تاثير إيه؟ ايجابي يا فندم. إيجابي. لان العيان لما بياخد الحقنه قبل السنتين حضرتك المرض ده بيعمل شلل في العضلات. فالانسان ما بيقدرش، الطفل ما بيقدرش يتحرك، ما بيقدرش يستخدم عضلاته، بيبقى في حاله وهن شديد جدا. والاخطر ان عضلات التنفس تقف او تصاب. وعشان كده كان نسب الوفيات عاليه جدا في الاعمار الصغيره. فلما بيتاخد الحقنه قبل سنتين العيان بيشفى بنسب عاليه جدا، او حتى لو فضل حاجه بتفضل حاجه بسيطه لا تؤثر في طبيعه حياته. وعلى فكره المريض ده او الطفل ده المصاب الجزء الفكري والعقلي بيبقى سليم، انما مش العضلات ما بتتحركش. لان العضلات بتتحرك بتنسيق او عن طريق الاعصاب. عشان كده هو مرض عصبي عضلي. يعني الاعصاب بتصاب وتؤثر في العضلات. في مراحل اخرى بقى من المرض زي ما قلت لسيادتك اللي هي في اعمار اكتر من كده او لم تشخص قبل كده او الاهل ما خدوش بالهم. عشان كده من ضمن المبادرات بتاع سياده الرئيس التي اعلنت ان هيتم كشف على الامراض الجينيه والوراثيه في مراحل يعني مبكره من حياه الطفل، بحيث يبقى في تدخل سريع وعاجل يحد من المخاطر او مضاعفات هذه الامراض. دكتور محمد عوض تاج الدين بشكرك شكرا جزيلا سيادة الوزير. شكرا يا فندم.